أهلي المتابعين الكرام، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. كنتمنى أنكم تابونوا معنا وتفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد معنا بإذن الله، وما تنسوش اللايك إذا عجبكم محتوى. اليوم جينا فيديو جديد، فيديو اللي غنهضروا عليه المغنية دنيا باطمة اللي دايرة ضجة خاصة في الأواخر، لأنها ولات كتعاطى مع أي واحد، وخاصة اللي هجم عليها بزاف وبزاف هو ولد الشينوية كما كتشوفوا، واللي كذلك يهجم عليها بخصوص أنها هدات أصحاب الكباريهات أنهم ما يدخلوش سلطانة وولد الشينوية منين غتكون هي كاينة. هذا الشيء اللي خلاه أنه يخرج على الصمت ديالو ويقول لها أنك خصك تعالجي نفسيا لأنك وليتي مهووسة بينا أنا وسلطانة، ما بقيتيش عجبك الحال لأنك ماشي في المستوى أنك تكوني مغنية، أنتي غي شيخة وخصك أنك تفخري أنك شيخة لأنك وليتي كتغني غير الغنى ديال الشيخات. وكما كيقول أنه هو ما كيطيحش بالشيخات، ولكن هي خصها تعترف بأنها مجرد شيخة. هادشي اللي كيقول على اللسان ديالو. مهم خوتي، هاد ولد الشينوية اللي ولا كيتعاطى بزاف مع دنيا باطمة لأنها ولات كتهدو، ولات أنها البلايص اللي فيهم هي ما خصوش يكون أبدا، ولات كتقطع له الرزق ديالو، وهادشي اللي خلاه ينفجر عليها وبزاف، ولا كي اي حاجه عارفها عليها الا انه كيخرجها. المهم اخوتي، هادو هما المستجدات اللي عندنا. السلام عليكم، الى ملتقى اخر باذن الله.